السلام عليكم. الله يخليك. قد وذوذا خو قد وي غنغي خنغي خدمه يتعاون نغذي هاد الدهر غالي وتشمس الزغاكي نغذي هاد الدهر نيما الدهر نيما كون تعيش دايس خو بابا غاتي انت دا تنيدين مغا تنيدين تاو ديال القوز ومغرومي تتزايس تعيش زايس وغات ماني غايدا غات تتوي خدم تري سيستا دي كاسا مي سيدي دي النوفا انت الخوتو غادي تشتي بتي خو انت يكال خاكيش ومخازني تو غادي ذنب جوكر الناس خو انت تو غادي تجوك الناس مخزني مي قال لي سرق ايجون النهار نشغان نخا ون مخزني ني ويز ديجو تجوك الناس نغني لي مخزني يا مخزني ني ويا صافي ويا لي فوري الناس مخزني ني كيس كي كيمغنش اش خد تصغميني يشتري يا كيما مخزني ني مخزني ني من عند غاز بيديت كيف ساح شي زيت كمو خديرات وينا سكناش فوتو يشاف الناس شاف الناس بقران سكناش فوتو بيديت كمو خديرات تبوينات اي من عيش شاف الناس يروح يقاس تحلي وفيه مخدر الناس كما صالح شتي الخدمة فوق الناس اللي مشكمه صالحش واش يديروا حدا بابا يقارص خاص كي يدير فوتو للمسائل تكا يقيم يتهجم خاز يستكا يضرب عاد مش مكان دوينا باش خاص غلب لنا باش تقتل الشباب تو كيس مسفهم كتوري البابا خاص الشباب واخا دير دو ذي البابا شتوري خاص النادي بابا وزما تسقى وزما باش نقزا خوني هني من عنانا بابا وما كسيت عاد الناس المخ اقتل بيت الخطر ذا الحسني اخوك ذا الحسني ذا خوسين دران غي سينان خصان تتيز البوليس غي سينان غنعا ما سيدي غا كوميسارية كان انا غزا مش غا يكبر تفكم تقا نسو ما يتمتل سبيتا قاشو يتو غي شادا تغزا مش مش ليك انت سرموس تغزا مش ليك الله وما هذا مول كارسي قاشو ان مغادا تارون بليسا تارون نال قاشو ان غنغم نظام بليسا قاشو بابا غزا غزي سيكسي تشغل مقنيني يا مو يديد ما دي تجارت قام الشخر على ال خوش كوشو ثين سرموس شي كوشي نزي ذا ربيح تني ديو سينا كوني 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 بولي أبخزيني تو غازي الشهر ركبة الخو بابا يتساور كيس الأدب دوينات ناني تساورنا كيس العنف وزون المهم قارس ولا إما جوج مش خدوس باش باش الشي غزاق لي بابا تكسن هو زعما هاد الشخور خضاري نوري الجيشان هو ما يتفكا لي قارس غاز الأدب وني ويج قارس إبراهيم كازي ولاد 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 مي السازي عبد المؤمن زيبلينسا يوز تروما غوانا شي كسي هما وحنجاني غادي تسمو مخزنين يوز دو شي كسي غتدفع على غفل هذا راه مخزن سيدي اش المخزن في ايدي مات الشعب ايوا راه مثل يكسي غدر يسكاو ايوا ذي من عادي الناس يسيسن ميزيسن هما مذي مذي يدا ما يمسغي يا خو شي جن ذا فاس يوز ذي فاس اخا غي بوهرين الشين داين ستين سنومين تغزى مش لك دين تغزى بابا مش لسكين قي يعني نشين ولا نخوي ذا مني غزان ريج اللي غابي نشتغل ندين غزين تيت خو ثابرت لشي غاد السيوضة ثابرت انو غاد السيوضة خص غير المسؤولين الدخل ندير الامر قال شي خان ندار رايا الطاس شي غزان غزان المسؤولين غزان دي حكم القابة بابا مقر قال شوين بغا غاسي ضعب بما شي خواه تغزى ما دوا غاد كتدر قد وغاز كتش كتب ايش تبارك الله يعني شنية ذي كسيت شغل مقنيني امو يتجار مع عرق قليلة ذي غوات يكسيت امو ذي خالي كسيت غا السيف يكسيت غا السيف امو ذي والسيف ايش يكسيت تربوز ايش يكسيت السيف ايش يكسيت قنطو ايش يكسيت لا يعني السيفان خلق ذي الغابس خوان جيبو ذي الغابس قلق ذي الشولت قلق ذي الشعب انت رأسك هرسوا لي الدرجة ديال الدار والحجر اللي جبدو منها هو ما ضربوا ولدي واحد هز حجر ضربوا الجنيف واحد ضربوا الودن وخلاو تما كاين يطيح في الدروج وشافوا البوليس جاو ومشاو هربوا وداو جوج منهم اللي لقاو باقيين داوهم وطلقوهم وتبعهم الشاف ضابط تا الكوميسيريا دار شي جواب لولدي قال له فلان وفلان 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 وداوني انا ولدي هذا تا الكوميسيريا 4 سوايع بلا محضر بلا والو غير باللسان بلا خير قال لي تفاهموا ولا غادي تغرقوا راه هادي راه قلت له ها الرواسب عندي كيلو عندي 40 عام ديال الرواسب عندي الكونترا من 90 عندي الوراق ديال الضو 2 كيلو ديال الماء هو يعطيكم شي حاجه باش كاينينو انا درت فيه الخير في سبيل الله واحد الشهر بك ليا 6 شهور وهذا الله يرحم المخزن يشوف من جهتي وكيل الملك ان شاء الله مصطفى مرغطة الساكن بلينسار الازدياد ديالي 48 73 عام انا راني ولد 5 دراري ولد 6 ديال الدراري
وهز عائلة ومني ململي راجل 15 عام باش مات المرة ديالي وانا هز ولادي ومكونهم والدار ديالي بغاو يتعدوا عليا شي فاس جاو عندي واحد درت فيه الخير جرى عليه المخزن كان مخازني جرى عليه زبروا عندو كوكاين وادي 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 صغرو درت فيه الخير عطيتو واحد البيت بارك فيه صدق يجيب ليا بالعشرة بالخمسة صدق يتاجر ليا في كوكا في المخدرات ملي جيت قلت له راني ساكن هنا واش بغيت تخرج عليا راه عندي ولادي رانا اللي مسؤول على الدار راك انت يا غير بارك في سبيل الله جات بنتي كدوي مالك مع الوالد قلت لها ردوا المكانات الماء وداو لي المكانات الضو وعيت على ستة بالعصايب والماس والزراوط ضربوا بنتي راه عندها سيرتيفيكا شكون هادو اللي ضربوهم هادو شي دراري فاسا عيط لي بواحد كان مخازني هو وجبروا عليه الكوكاين وجبروا كيدير الخرقوبي جرى عليه المخزن مدة 7 شهور دابا باش ما بقاش كيخدم وجا شد ليا تما كاين ليا البيت قال لي راه ما عندش فين نمشي تندبر من اول ديال راس العام دار معايا غادي يخرج ما بغاش يخرج ملي جبت جات بنتي باش كدوي وطرد المكانه ديال الضو جبرتهم كيبدلوا عليا القفل ديال الدار ملي حيت الطنوبيس قلت له لا حيت داك القفل ما تبدلوش عليا ماشي الدار ديالك حيت الستة شدوني قدروني انا وبنتي انا عندي الدلعه مهرسه وليدها هو مضرب بجوج ضربات بالموت وسرتها فيك في 20 يوم محلوله وبنتي نعست وبنتي نعست في يومين في السبيطار حتى هي سرتها فيك عندها 20 يوم ومفتوحة وولدي ها هو ضربوه تا هو بالموت اليوم ولدي راه في البلوك وها هي ها هما المحاضر ها السيرتيفيكا فيها 20 يوم مفتوحة ها هي الشكاية 10 ايام وداو على بنتي داوهم وطلقوا لهم وداوهم اليوم علي انا وولدي وولدي في السبيطار عنده 40 عام وعنده بنية ضربوه للودن والجمجمة الراس خارجي الدم من ودنو ومن نيفو هو درنا ليه سكانر وراه ناعس وداونا الكوميسارية جاو من السبيطار شافوا ولدي وسولوا شكون ضربو قال لهم فلان وفلان وفلان وطلقوهم قال لهم سيروا تم نهار الاثنين جيبوا شكاية وجيبوا سيرتيفيكا ما فيهم لا ضرب لا والو هاش انا 75 عام غادي نضرب انا دراري ديال 30 عام ديال 28 عام وستة بيهم وجاو بالماس والزراوط والدرب كله شاهد وعندي ثلاثة الكاميرات باب الدار ديالي مسجلين انا نقدر نجيب السي دي ديال ثلاثة الكاميرات صوت وصورة الله يجعل ربي انا براني امام سبيطار الحسني مع ولدي داروا لي سكانر ولكن راه ما بين الحياة والموت راني بيت معاه الليلة كانت سيدنا كيقول لي واش يعيش ولا يموت والله يجعل البركة في المخزن هو اللي اعتقني منهم راه ستة بالسيوف هم الماس كل ما جا المخزن وعيطوا الناس جيران هما اللي عيطوا المخزن وعيطوا لابيلاس ولدي ساعة هو من يحبب الدار كيموت والناس كيتفرجوا فيه الحومة كاملة وانا عندي 40 عام في هذيك الدار ومن 86 وانا غير كنكري ماشي ملكي غير كنكري تزادوا فيها اولادي وتزادوا فيها بناتي الكبيرة عنده 46 عام الدري عنده 40 عام وعندي الدري ها هو عنده 37 عام وانا باقي كنخدم عليهم واخا كورونا كان كري وكان جاهد وكان جي منا ومنا وكان خدم عليهم باش ولادي ما يدعوش البنت اللي ضربوها عندها ربعه الاولاد راه خلاتهم انا اللي مقابلهم راه حتى هي ناسه بن حسن وراه المخزن هو اللي فكني راه كل ما المخزن وجاب بسرعه
ولكن شي كي عشر ايام جاو شدوهم على بنتي وتلقوهم هادشي اللي كان طالب علاش جاو تالي عندهم وتلقوهم جابوهم بسطابيت معايا من الدار وتلقوهم البوليس يقول لولدي تصالحوا بيناتكم رئيسي ودابا كيقول لي يعطيهم الساروت وتصالحوا وهذا وانا لقيت الفراش ديالي داوه ما خلاوش الفراش ولقيت لمن باعو لقيت الشاري اللي شرا قامة ديال النعاس ديالي لقيتها والباليزة ديالي ديال الكسوة وصبابتي لقيتهم على الدمن وكاين موجود كيقول شريت على فلان وفلان وفلان ودابا اللي كان طالب بحقي من وكيل الملك انا دابا بايد وكيل الملك يطالب لي بحقي اما هادوك الناس راه ما عطاونيش حقي ملي جابوهم حتى الكوميسيريه 4 سوايع هما كيتسنتوا لي بلا محضر بلا كتابه كيتسنتوا لي هما بلا محضر بلا كتابه وفي اخرها شديت الباب خسرت عليه 50,000 فرانك باش دريسيت وهرسو كله ديال 150,000 فرانك وركبت لي الساروت وركبت لي كلشي وركبتو باش الداري كيقول لي عطي لواحد فيهم الساروت هما 6 نعطي واحد فيهم الساروت وانا عندي التحقيق انا بيت في السطاح كنشوف فيهم كيبيعوا في المخدرات كنشوف البسكيطات والماطر زحام على الدار ديالي وانا غير كاري الا وقع شي حاجه انا كنقول لهم يلا تقلبوا الدار غتلقاو المخدرات ما بغاوش مشيت لابيجي مشاو معايا ربعه مشيت معايا الكوميسير ربعه كنقول لهم ها الدار دخلوا قلبوا راه كاين الحشيش راه كاين المخدرات راه كاين القرقوبي قال لك لا بغينا نشدوهم هما ديتهم القهوه في كيبركو هربوا ملي هربوا قال لك تيكونوا في الدار وصورهم واش انا واحد هز عليا السيف نقدر نصورو كي غادي ندير نصور واحد عدويا بالتليفون هز السيف وانا هز التليفون غادي نصورو قال لك صورو داخل في الدار باش نعرفوه ساكن عندك هزني كي القنية تيقول لي ضربتيني